بيحبه كله كريم. بنك الخرطوم، أنت أولاً. دار محمد، أول روائية سودانية. ولدت الأديبة السودانية الرائدة ملكة الدار محمد عبد الله بمدينة الأبيض عام 1920، وهناك تلقت تعليمها الأولي في خلوة الشيخ إسماعيل الولي بالأبيض، ثم التحقت بكلية المعلمات بأم درمان لمدة سنتين لتعمل بعد تخرجها في عام 1934 بمجال التدريس. تعلمت اللغة الإنجليزية بمجهودها الخاص، وذلك بالمراسلة وبتبادل تعليم اللغة مع بعض المعلمات الإنجليزيات في السودان آنذاك. عملت معلمة في كثير من مناطق السودان، في كسالة وفي سنجا وفي الدلنج، ثم في مدرسة أم درمان الوسطى. ناشطة ساهمت بمجهود كبير في حملات التوعية ضد الخفاض الفرعوني في كثير من أقاليم السودان، وهي عضو في الاتحاد النسائي، إلى أن رحلت في 17 من نوفمبر عام 1969، وكانت آخر وظيفة لها هي وظيفة مفتش مدني بتعليم الخرطوم. تعتبر ملكة الدار واحدة من أهم كتاب القصة القصيرة السودانية، وقد نشرت لها قصص كثيرة في الصحف والمجلات المحلية والعربية. رائدة الرواية السودانية استطاعت بروايتها الفراغ العريض أن توجد مناخاً مختلفاً للكتابة محمل بهموم نسوية ملحة. ملكة الدار. الكتابة الأدبية عادة تكون بلغة بسيطة، لأنها خطاب موجه إلى مختلف شرائح المجتمع، وهي تعبر عن لغة هذه الشرائح المتنوعة. إلا أن القاصة والروائية الرائدة ملكة الدار محمد ارتقت بلغتها الروائية والقصصية في سرده، لتتحول الرواية إلى تقنيات لغوية وبلاغية. فارتفعت لغتها الروائية من المستوى الوصفي المباشر من خلال تقنيات القدرة على التصوير الفني والرمز والإيحاء، مع توظيف قدر من الأبعاد الصوفية المتأصلة في بيئتها الكردفانية. بلا شك أن رواية الفراغ العريض لملكة الدار محمد هي من أوائل الروايات السودانية والعربية، وبذلك تكون ملكة الدار محمد رائدة في كتابة الرواية، ليس في السودان فحسب بل في العالم العربي. والرواية أيضا على مستواها الفني جيدة، وهي فعلا تستحق أن يطلق عليها اسم الرواية، لأنها تحمل كل ملامح هذا الجنس الأدبي. والرواية كما ذهب كثير من النقاد مثل إبراهيم إسحاق والنور عثمان البكر وغيرهم إلى أن الرواية هي مجرد سيرة ذاتية للكاتبة، ومجرد سيرة ذاتية للمرأة المناضلة في أربعينات وخمسينات القرن الماضي. كانت تجيد الكتابة على الآلة الكاتبة والعزف على البيانو، بارعة في العزف على الصفارة، تحب الغناء وتجيد تلحين الأناشيد كما تجيد الشعر. تحب قراءة القصص والأدب العربي بصفة عامة، روائية بارعة. وقد بدأت حياتها الأدبية بكتابة القصة القصيرة،
واستطاعت من خلال كتاباتها أن تسلط الضوء على مختلف المشاكل التي تعاني منها المرأة السودانية في بيئة ريفية صميمة، تعتبر تعبير المرأة عن المشاعر أمراً محظوراً. اعتمدت الكاتبة والساردة ملكة الدار محمد قدسية مناخ الكتابة. وقفت ملكة الدار بعزيمتها ككاتبة بين القنوط والأمل والخمود والثورة في دوامة زمن ينزف فيه واقعها المقيد والمكبل للمرأة. نزفت بنصل الكلمات كي تقاوم الريح وتحفظ التاريخ الصادق من الزيف والنسيان، ويظهر ذلك في أغلب أعمالها القصصية. ملكة الدار محمد نضال امرأة بالحرف والمعول.